السلام عليكم. سنة وحضرتك طيب. انتوا طيبين. سلام يا رب. دام الله عليك الصحة والعافية. وما بارك حضرتك. الحمد لله. والله كنا فعلا تحت سابع عرض. اقسم بالله العظيم حضرتك طلعتنا الى عنان السماء. والله ما عارفين نشكر حضرتك ازاي اللي تعمل فينا. والله فعلا كنا مدمرين خالص. واتس عالم 96 مدمرين. حضرتك والله انقذتنا فعلا. انا عارفه واثقه والله ان انت مش هتخلي حاجه لينا. بس انا عايز اعرفك يعني ايه اللي هنا مقصر في القريه. شوف اسمعك أصل واحد منكم عارفين والله يا رئيس. لا اسمع واحد منكم صحيح عارفين والله. أنا بتكلم حقيقي عارفين والله يا رئيس. وأنا والله العظيم لو كنت أقدر أدور من السماء والدنيا عارفين والله يا احنا عندنا فندم من الوحده الصحيه دي وحده طب اسره ففيها عيادتين طب اسره عياده طب اسره واحد طب اسره اثنين. ده لمنع الازدحام ومنع التكدسات والاصابه وتاخير وقت الانتصار الخاص بالمواطن. بالاضافه فندم عندنا عياده طب الاسنان. مبسوطين؟ تعلموا كويس؟ تيجوا المدرسة كل يوم؟ كل يوم. انا مصر والله وبدعيلك على مية عاديك يا رب. آمين يا رب. في البلد وعمرت العمر الحقيقي. ما فيش رئيس عمرت كسر خالص. الله يبارك فيك يا رئيس. الله يكرمك. لا والله يا رئيس يا رئيس مستنى عليها ساعدي والله.